سقط تشوفوا على الحاله اللي ما تصورش. والحمد لله امام في الله سبحانه وتعالى المال امام في الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام اخاي. الحمد لله السلام عليكم. مالك الحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى. انا سنقول لك جيت كنت خدمه جيت كنصبر الدار ديال الزبيز العافيه الشعلاك تادي تمازي من الخدمه كنصبر العافيه كنصبر الرجال المطافين هيا كيطفيو صافي الحمد لله. لما كان تا واحد في الدار الحمد لله الوليدات ديالي الحمد لله البنات هذا تا واحد الحمد لله جات جات جميع ما بقى لي والو هنايا الحمد لله السياده خلف الله سبحانه وتعالى الحمد لله طربت على الحمد لله مسأده ولاتها ولوليدات سيدي. الشراب راه من طبيعة الحال راه العافية هادي اخي راه ماشي تاسوا واحد الاحساس راه بلا ما طبيعة الحال اسيت واحد الحالة اللي ما تصورش راه شكون واحد الحالة ودابا حاليا باقي بواحد الحالة اللي ما تصورش ما لا يدي لا رجلين شنقول لك ما الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. ما طلعت نيشان ما عيط لي تا واحد تا طلعت نيشان طالع نيشان تا قال شوف الناس مجوقاك قول لي شنو قال لي العافيه سهلة سهلة تا زيد تبارك رجال المطافي كطفي الناس كامله كيطفي كلشي كلشي تعاون معنا الناس كاملين الله يجزيهم بخير الله يرحم الوالدين. ما كان تا شي واحد كان صحاب لي العائله هنايا الساعه ما جبرتش جبرتو برا خارج الحمد لله صحاب لي ولدين كتير بزاف فمن طبيعه الحال ما تخافش عليه انت كتشوف حالك يا عامله كلشي والحمد لله اللهم لك الحمد جمع كل شيء والحمد لله. ما أنا بيدي والله ولا عرفت ولا عرفت السبب ولا عرفت شنو هو السبب واش ماشي بوطا ولا الدا ولا ماشي بريكا والله ما عرفت السبب بإذن الله سبحانه وتعالى قدر الله هو تا كنشوف العافية ما عرفت والو الباب أنت كتشوف كيف مسدودة أنت كتشوف الباب مضروبة باللوبة تفرعوها فهمتيني كاين تا واحد في الدار قدر الله الباب كانت مسدودة باللوبة تخرج سديت الباب ديالي كدا هادي تسنى الشافت العافية تبقى حتى شي حاجة الحمد لله لا اتات لا كدا شي بركة كانت هنايا ما الحمد لله ربي كبير خلف الله الحمد لله كلشي ربي كيخلفو الحمد لله وراه سيب شي حاجة راه سيب من جاو جا المطافي راه خرجو اللي سيبو سيبو حيدو فضلنا عند الله مسأدة للوليدات الحمد لله هذا فضلنا عند الله سبحانه وتعالى والحمد لله قدر الله هو هذا ما عندنا ما نملو الرسالة ديالي كنقول الحمد لله قدر الله يعوض الله سبحانه وتعالى وآمنا في الله كبير الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله آمنا في الله كبير الحمد لله ما كل شيء حرقته العافية والحمد لله آمنا في الله سبحانه وتعالى زقت تشوفوا على الحاله اللي ما تصورش والحمد لله امام في الله سبحانه وتعالى المال امام في الله سبحانه وتعالى 07 64 40 31 95 سبحانه وتعالى الله يخلف الناس يا دار الحمد لله وكاين الناس طيبين الى القلوب الحمد لله بركه في الله سبحانه وتعالى.